مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. الصابون، الصابون هو من أهم المنتجات اللي استخدمناها عبر العصور، وهذا المنتج يمكن اخترعوه آبائنا وأجدادنا منذ سنوات، لكن للأسف في أيامنا هاي عم نستخدم كتير صابون من منتجات كيميائية. هذه المنتجات مضرة بالصحة، بتأثر على الجلد، في بعضها في بوتاسيوم مضر، في بعضها في الزرنيخ، في بعضها في مواد صوديوم، كل هاي المواد قد تؤثر على صحة البني آدم. عشان هيك احنا لازم نرجع الآن للمواد الطبيعية. ودولنا في الشرق الأوسط انتشر فيها صناعة الصابون من زيت الزيتون والغار والأمور هاي. سوريا وحلب مشهورة بصناعة الصابون، نابلس في فلسطين مشهورة في صناعة الصابون، ومن أشهر الأماكن المشهورة في صناعة الصابون طرابلس لبنان، طرابلس لبنان. وعشان هيك اليوم بدنا نزور مكان فتح جديد في أوتوا اسمه قصر أو خان الصابون، كاسل أوف الكيمي، اللي هو قصر الكيمياء. خلينا ندخل ونزورهم ونشوف شو في عندهم شغلات حلوة. هذا طبعا هذا المنتجات اللي عندهم، اللي انتم شايفين من 1480، في واحد اسمه بدر حسون وولاده. بدر حسون عمل منتجات رائعة في طرابلس لبنان منذ فترة طويلة، وبدأت هذه تنتشر لأنها طبيعية جدا جدا. السلام عليكم. السلام عليكم برادر. How are you? Good, good. حورجيكم الآن كل المنتجات اللي موجودة هون، أو معظمها. هاي كل المنتجات مستوردة من لبنان من طرابلس، كلها أورجانيك، ما فيها أي إشي صناعي، كلها تم استخدامها على أشخاص من العائلة والفاميلي، وأكدوا إنها صحية. طبعاً تعملوا لها تست في المختبرات، ما عليها أي مشاكل. صاحب المحل قال لي إنه استخدمها لمدة 5 سنوات، لما شاف الفائدة الفعلية بكل مرة بيستخدمها قرر إنه يجيبها للمستخدم هون في كندا وفي أوتوا. هذا المكان حط لكم الأدرس تبعه، مكان رائع جدا، عندهم شغلات كلها أورجانيك يا جماعة. الريحة لما تدخلوا على المحل أكنك داخل على محل عطور، أما هو فعليا كلها زي شغلات. هاي شاور جل مثلا، هاي مقوي مرطب ومنعش، هيلثي شاين، هذا كلها أشياء واو. هذا زيت للأطفال، بدل ما تستخدموا جونسون أند جونسون اللي طلعوا عليه كتير مشاكل الآن إنه بسبب كانسر لبعض الأطفال، ممكن تستخدموا هذا البيبي أويل. الشاي الأخضر وعشبة الليمون أنا شريت منها، وحشتري اليوم كم برودكتس. زي ما أنتم شايفين بدر حسون هذا اللي حكينا لكم عنه، عندهم منتجات رائعة جدا، ممكن تجربها هون. أنا حجرب هلأ بعضها. شوفوا هذا الصابون، صابون طبيعي جدا يا جماعة، ما عليه أي إضافات كيميائية ولا ألوان. هذا صابون ورقة الغار، هذه عطور من الجرين تي، أشياء هدايا. طلعوا هذا، يعني شوفوا هاي، شوفوا هاي محلاها، هاي صابونة كندا عاملينها سبيشال لكندا، أشياء جميلة جدا. طلعوا هذا، يعني الفكرة في هاي هون فكرة رائعة جدا، أشكال. يعني هذا صابون السائل، هذا صابون سائل، هذا الباترز تبع البشرة، سكراب زبدة. طبعا هون في عطور، هاي العطور الشرقية. طلع العلبة يا أخي، very مختصر إنه يعني إحنا من زمان بنستنى بشغلة زي هيك تكون موجودة في أوتوا. ما عمرنا للأسف حصل عنا أو لقينا محل فعلا يكون في شرقي ورائحة المحل الشرقي. هذا موجود الآن، حط لكم الأدرس، لازم تيجوا تزوروه. الستاف هون نايس يعني لأبعد درجة، وإن شاء الله تنبسطوا.
بدنا نجرب اليوم شغلة سوري إكليل الجبل. إكليل الجبل اللي ما بعرف إكليل الجبل الروزماري من أفضل الشغلات الطبيعية اللي ممكن تأكلها، بس أول مرة بستخدمها على السكن. هاي شايفين هيك بس هالقد. نعملها سكراب one hand. Okay. واو واو طلعوا يا جماعة طلعوا. واو. And still have يعني حتى ما خل واو 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 طلع قديش عمل. وهذا all natural ما في أي إشي كيميكال. الريحة ريحة إكليل الجبل، يعني أكنك قاعد في حديقة روزماري. بدي أكلها. غسلناها طلعوا البياض صرت حلو. وشوفوا النضارة تبعت الجلد. يا الله سبحان الله أكنه يعني طلعت طبقة من الجلد. طلعوا هاي الإيد، يعني أنا كنت مفكر إيدي نظيفة بس طلعت لا. شو هذا الموضوع؟ هذا فيه سيكرتس لازم تيجوا تجربوا، ولما تجربوا رح تقتنعوا صدقوني. هذا المكان مش بس للسيدات، للرجال كمان. هم في سيشن كامل كله للرجال. طبعا احنا الرجال مش كتير بننتبه للشغلات هاي، بس لازم تنتبه على الجلد خاصة لما يكون في بالشتاء جفاف. مهم جدا جدا. طبعا يعني شرينا هدية للمدام للبالنتاين واعطونا جيفت، وشرينا يعني 3-4 شغلات لانه فعلا المكان هذا بيستاهل. لازم تزوروه زي ما حكينا 2674 Alta Vista Drive. يعني سكر الشباب، سكر الجماعة اللي غاد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل